روحي عاليا الجماهير الشعبيه اللي استفاد حاله حول هذه الاسره هذه اطار تضامن، واللي تقريبا منذ الاعلان ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان عند تبنيها لهذا الملف لما شابه من خروقات، تنشوفوا بانه كاين واحد الجانب ديال التضامن اللي صراحه اللي هو اللي ممكن يعطي القوه لضالتنا. فبدون وحده بدون تضامن فراه ما يمكن الا هذا القمع يبقى مسلط علينا حنا كاولا كمغاربه، ثانيا كشعب مقهور. ولكن اشنو اللي كيعطينا القوه؟ لان السلطات اللي تتبان انها دائما هي اللي فوق القانون، رغم انها هي اللي المفروض احترامها للقانون. فهذه الاسره كيف ما شفتوا على لسان اللي مكتاوي بها انها تقول باي شكل انه يتهدم ليها البيت ديالها قدام على ولادها وعليها هي. وراكم تشوفوا الجانب فين كانت غتمشي باغا تنتحر. علاش؟ لان ملي تيحس الانسان بالحبره، ملي تيحس الانسان بالظلم، كيبقى لي عنده جوج الواجهات. اما الواجهه اللي اختارت وهنا تنشدوا بحراره عليها، لانها جات وضمناء وجلست وفرضات انها تعتصم القاسمة الا نكون الوطن بنار القاسمة الا نكون الوطن. اذا بالنسبة لنا هذا الشيء كيأكد من جديد ان المغرب نيترا فيه واحد الروح ما دام كاين مناضلين شرفاء من امثال الجمعية المغربية لحقوق الانسان والاطارات التقدمية سواء كانت نقابية او حقوقية او سياسية. فباسم جامعة الوطنية للتعليم نؤكد اولا تضامننا ودعمنا لهذه الاسرة، ونستنكر وندين بشدة الخروقات اللي المرتكبة من طرف القائد اللي المفروض انه باعتباره مسؤول يحمي الحقوق ديال المواطنين والمواطنات. فباسم الجامعة الوطنية للتعليم اولا نحيي الجماهير كذلك اللي استفاد حوله واللي عنات على التضامن ديالها، وخصنا نذكروا في اشكال اخرى. فبالتالي لان تيبان بان المسؤولين هنا هذا الملف هذا ما باغينش يحلوه بدعوه اش؟ بدعوه انه سكن عشوائي. فكيف ما قلنا احنا البارحه المغرب كله سكن عشوائي. علاش؟ لان القيمين في هذه البلاد هادو اختاروا انهم يحميوا المصالح ديالهم بوحدهم وما يحميوش المصالح ديال الشعب المغربي. فالشعب المغربي من حقه يكون عنده السكن الكريم، ولكن باش تيجي هاد الشيء هذا تيجي كيف ما كنقولوا بانه خص الدوله تسهر على الهيكله واعاده الهيكله، وتاخذ بعين الاعتبار بان معظم الشعب المغربي راه تيعيش الفقر المدقع، فما عندوش الامكانيات باش يبني السكن بالمواصفات اللي بغاو هما. اذا الدوله كاين خيرات، كاين خيرات ديال هاد الشعب. خصكم تعرفوا راه حنا اللي تنخلصوا كل شيء، حنا اللي تنقدموا. راه هاد الناس الكبار ما تيتهربوا على الضرائب، تيتهربوا على كل شيء الا المواطن البسيط اللي تيخلص كل شيء. حنا اللي بقوتنا باش نخليو الدوله تمشي، راه ما تيعطيوناش هاد الشيء فابور. راه المفروض هما يحميوا المصالح ديالنا بحكم اش؟ بحكم ان اي مواطن من الضو ومن الماء تيخلص واحد الواجب ديال الضريبه. اذا جميع المغاربه اي حاجه شريناها تنخلصوا عليها، ما هذا الشيء ماشي منا غيعطيوه لينا، هذا حق من الحقوق ديالنا. لان كيف ما كنقولوا الخيرات ديال الشعب يجب ان يستفيد منها الجميع، ماشي لواحد المجموعه ديال السماصريه وديال اللي تينهبوا الخيرات ديال هذه البلاد. ولكن اشنو استغلوا؟ استغلوا الضعف ديالنا، استغلوا الجهل ديالنا، استغلوا غياب الوعي ديالنا وغياب التضامن للاسف اللي باقي بالشكل اللي بغيناه ما كاينش. ولكن تعتبروا امثال هذه الاسره تعطينا على الاقل واحد الدروس كيف خصنا ندافعوا على حقوقنا. احنا دائما تنجيو في حقوقي لمن في عروقي انتزعوها ولو اعدموني، حقوقي لمن في عروقي فانتزعوها ولو اعدموني. باش ما نطولش انا تنقول هذا الملف ديال هذه الاسره هو ولا في جبين جميعنا اللي متضامن سواء كاطارات، وبالتالي التفكير في حل منطقي. والحل المنطقي احنا هو ان السلطات المحليه تتبني لهم داك الشيء اللي هدمات وترجعهم، لانهم ما تيطالبوش بشي حاجه كبيره، باغيين غير يرجعوا لذاك المقر ديالهم اللي السلطه ريباتو لهم. وتحيه مشتتا وبالنضال وبالصمود راه نحطوا لاي حاجه
بغينا، فالتالي ما اللي بغينا يكون يكون، اللي بغينا يكون يكون، اللي بغينا يكون يكون، الآن نعطيو الكلمة النقابة الوطنية للتعليم سي دي تي، واحد من الإخوة، النقابة الوطنية للتعليم سي دي تي. تحية نضالية للمواطنين والمواطنات اللي لبوا الدعوة ديال الوقفة هذه اللي تعلنات سابقا، وكنحيو فيهم هذا روح التضامن مع عائلة فريقات المشردة حاليا اللي كتعاني لمدة أسبوع من تشريد إثر تهديم البيت ديالها، رغم أنها تتكون هذه الأسرة هذه مثل هذه الأطفال أصغرهم لا يتعدى سنة في العمر، ومن العار على السلطات المحلية أن تسرد هذا النوع ديال الأطفال، خصوصا وأنه مازال ما استكمل حتى مازال ما تفهم حتى أشنو تيتقال ليه إلى غير ذلك. على أي حال بالنسبة لنا في النقابة الوطنية للتعليم تنعلو التضامن ديالنا مع هذه الأسرة هذه حتى تأخذ الحق ديالها، وتناشد جميع الهيئات أنها تضامن وتخلق واحد الهيئة لمؤازرة هذه الأسرة هذه إلى حين تمكنها من الحصول على حقوقها كاملة اللي كتجلى في السكن ديالها اللي تهدم ليها من طرف قائد خميس أي تعميرة. ومجددا تنحيي هذه الأسرة هذه وتنعلن التضامن ديالنا اللامشروط معها إلى حين تمكنها من الحصول على حقها في السكن اللائق. هذا قائد هذا ماشي قائد حسن، هذا قائد هذا ماشي